معنا الحين بالاستوديو المتحدث الرسمي لتطبيق الخدمات الإلكترونية الحكومية سهل، يوسف كاظم. حياك الله معنا في برنامج بعد السادسة. الله يحييك فاطمة أكيد ولجميع مشاهدينا من خلال القناة الأولى وبرنامج بعد السادسة. نبي نعرف شنو هو تطبيق سهل، ونعرف المشاهدين شنو الخدمات اللي راح يقدمها تطبيق سهل. تطبيق سهل هو تطبيق حكومي موحد قاعد يقدم كل الخدمات الإلكترونية للمشاركين من المستفيدين، لكل شخص لديه رقم مدني في الكويت يقدر يستخدم تطبيق سهل. تطبيق سهل حتى هذه اللحظة لم يطرح من خلال المتاجر الرقمية الخاصة بالأجهزة الذكية وكذلك الهواتف الحديثة. قريبا وخلال أيام قليلة نزف لكم البشرة بأن التطبيق سيكون متوفر من خلال الأب ستور، بلاي ستور وغيرها من المتاجر الرقمية الخاصة بالهواتف بمختلف أنظمتها، وبالتالي كذلك من خلال موقع سهل إن شاء الله راح يطلق كذلك خلال أيام. بإمكان كل شخص أن يحمل التطبيق على جهازه ويكون عنده حكومة رقمية وبداية انطلاقة التعامل الإلكتروني الرقمي بدلا من التعاملات الورقية. شيء جميل جدا، بس قبل أن تعرف أكثر على التطبيق كلمنا أكثر عن فترة الإعداد لهذا التطبيق، إيش كثر خذ منكم وقت؟ هل استعنتوا بجهات خارجية ولا كان التطبيق كويتي 100%؟ التطبيق كويتي حكومي ذكي شامل واستباقي. هذا التطبيق يعني كان ثمرة جهود كبيرة بذلت من قبل العديد من العقول الكويتية التي وضعت فكرة تتمثل في ضرورة إيجاد تطبيق ذكي واحد يجمع كل الخدمات الإلكترونية من الجهات الحكومية في مكان واحد. بذلوا جهود كبيرة مجموعة من الشباب الكويتي في بداية المشروع، ومن ثم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تبنى الفكرة وأطلق النسخة الأولى التجريبية، اشتغلنا عليها، ومن ثم اليوم التطبيق يدار من قبل المؤسسة العامة للهيئة العامة للمعلومات المدنية اللي تعمل على مدار الساعة فيما يتعلق في أمور البرمجة والتجهيز والتحضير ووضع اللمسات الأخيرة من أجل إطلاق التطبيق قريبا. حتى الفرق المساندة وكذلك الفرق التي تم تشكيلها أكيد يعني لتنفيذا لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الحمد الخالد الصباح، وكذلك توجيهات معالي وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة شؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور رنا عبد الله الفارس، كان هناك في توجيهات واضحة بضرورة تشكيل لجنة عليا تضم الجهات التي ستشارك في المرحلة الأولى من تطبيق سهل. واليوم كذلك على وزن هذا التطبيق وإلى جانب هذا التطبيق هناك وحدة اتصال مكونة من مجموعة من الشباب الكويتي من الجنسين، من الجامعيين، من الشباب والبنات اللي هم أساسا موظفين في جهات عملهم من الجهات المشاركة في التطبيق، تعلموا على مهارات تتعلق في التعامل مع الآخرين، مهارات خدمة العملاء، مهارات الخدمة الهاتفية والتعامل مع الشخصيات للدعم الفني والبرمجي، وكذلك الرد على أي استفسارات من أي مواطن وأي مقيم حول تطبيق سهل. ممكن احنا نشوف الحين مع المشاهدين شلون طريقة التطبيق وشلون طريقة استخدامه، وهل هو فعلا سهل نفس اسمه؟ خلينا نمشي معاكم واقول لك فاطمة شلون طريقة التعامل والتعاطي مع تطبيق سهل اللي حتى هذه اللحظة ما تم طرحه من خلال الهواتف الذكية او اي نظام، لكن هناك بعض النسخ التجريبية ارسلناها الى مجموعة من التقنيين وهواة التكنولوجيا وكذلك مطوري التطبيقات من اجل الوقوف على ملاحظاتهم والفيدباك منهم. التطبيق راح يتضمن في البداية خانة البيانات اللي تتضمن كل البيانات المربوطة من قبل الدولة في شخصك في رقمك المدني، من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الرعاية السكنية، المعلومات المدنية، أبنائك، بطاقاتك، حتى العمالة المنزلية، بنك الائتمان، ديوان الخدمة المدنية، حتى تفاصيلك، بيانات الشخصية، بيانات الوظيفية المالية، وزارة التجارة إذا كان عندك شركة راح تطلع شركة، لكن أنا الحين حاليا البطاقة التموينية، وزارة الداخلية، هذه المعلومات الرسمية الرئيسية الموجودة لدى وزارة الداخلية عنك. إنزين، الجانب القوي فاطمة فيما يتعلق في تطبيق سهل إنه هو بسيط للغاية وسهل الاستخدام. كل اللي عليك تنتقل إلى خانة الخدمات، من خانة الخدمات تتوافر الجهات اللي قدمت خدماتها للمواطنين وللمقيمين من خلال هذه الخانة. على سبيل المثال مثلا خنطلع الحين شهادة. طيب أبي أطلب شهادة، أختار أنا موظف دولة فبالتالي أنا مؤمن عليه لا يخضع للتأمين في الباب الخامس، أسوي
عملية إرسال، راح يوصلني إشعار بأن الطلب يعني جاري، معالجة الطلب وإرساله إلى الجهة المختصة. أروح إلى ناحية الإشعارات، في الإشعارات راح ينزل لي مباشرة خلال ثواني فقط، راح ينشر لي، راح ينشر قهوة خلال ثانية واحدة فقط لو تلاحظين. نعم. زين، أرسلوا لي شهادة التأمينات اللي عادة الواحد يتعنى يروح مثلا جنوب السرة مقر الهيئة أو أي مكان ثاني المؤسسة ويروح يطلع، لكن خلاص أنا طلعت عندي ونزلت عليك، طلعت الشهادة بظرف ثانية خلال ثواني. وهل في عليها رسوم؟ طبعا هذه الشهادة لا تستحق رسوم، ولكن تخيلي عدد المتعاملين مع شهادة مثل شهادة التأمينات الاجتماعية، عدد الناس يروحون ووك إن إلى مقر المؤسسة أو لمقر الجهة الحكومية من أجل استخراج ورقة. نعم. أنا اليوم اختصرتك إياها خلال ثانية واحدة على التليفون، مو قلت كبسة زر، قلت لمسة أصبع. وكذلك المواعيد، بإمكانك تحجز مواعيد حق أي جهة حكومية تتطلب في ظل الظروف الحالية، تتطلب أنك تحجز موعد. نعم. كل اللي عليك أنك تذهب إلى الجهة اللي تبيها، على سبيل المثال وزارة الإعلام، رخصة ألعاب مرئية، اختر الفرع في برج التحرير، تدور أي موعد مناسب موجود عندك، ما في متطلبات، فبالتالي تقدر تحجز الموعد مباشرة من خلال هذه الخانة. إذن شو الشخص ممكن أنه يتابع معاملة قدم عليها أو موعد؟ ممتاز ممتاز. أي موعد، أي معاملة تقدر تأخذها من خلال تطبيق سهل. تقدر تروح مرة ثانية إلى الإشعارات اللي هي صايرة بالنص علامة الجرس، فبالتالي توصل لك إشعارات استباقية، حتى إن شاء الله ليه قدام راح توصل لك إشعارات إن ترى بطاقتك المدنية بتنتهي، ترى بطاقة العامل المنزلية راح تنتهي، ترى إقامة هذا السائق راح تنتهي، ترى جوازات عيالك محتاجة تجديد، ترى دفتر سيارتك انتهى، فبالتالي ينبئك حتى لا تقع في مشكلة الغرامات والتأخير وما إلى ذلك. وكذلك سيتاح لك أنك تدفع هذه المعاملات أو أي رسوم حكومية مفروضة على المعاملات من خلال تطبيق سهل. البيانات، الخدمات، الإشعارات، المواعيد، بالإضافة إلى الإعلانات الحكومية، تقدر تتابع كل إعلانات الحكومية، إعلانات الحكومة والجهات الحكومية من خلال الخانة الخامسة وهي خانة الإعلانات. ترى الأخبار أول بأول، الأخبار الرسمية اللي تنزل عادة في الحسابات الرسمية للجهات الحكومية راح تلقاها موجودة في سهل، فبالتالي تطبيق سهل فعلا راح يكون نقلة وبداية للتحول الرقمي. نعم. متى نتوقع نتحول رقميا من خلال سهل وينزل عندنا هذا التطبيق؟ طيب خلال أيام، خلال أيام وتنفيذا أكيد. يعني في سبتمبر إن شاء الله. في سبتمبر، وخلال أيام قاعد أقول لك تنفيذا لرؤية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد، بأن نعم إحنا قاعد نسارع الخطة، والمهم والضروري أن نعلم بأن هذه تجربة وهذه مرحلة أولى، والقادم سيكون هناك العديد من الجهات التي ستنضم لتقديم خدماتها داخل اليوم. اليوم احنا نتكلم عن 13 جهة حكومية تقدم خدماتها من خلال تطبيق سهل بمختلف المعاملات ومختلف الإجراءات المطلوبة واللي عادة الناس يستخدمونها حسب حاجتهم. هي تشون قصر، إذا أنت ترعى قاصر فبالتالي تقدر تستفيد من هذه الرعاية أو هذه الخدمات، وكذلك بقية الجهات الحكومية. وإن شاء الله في القادم القريب في النسخة الثانية والثالثة راح تزداد الجهات الحكومية، خاصة في ظل التوجيهات بضرورة بداية التحول الرقمي لجميع معاملاتنا الحكومية. الله يعطيكم العافية يوسف على هذا التطبيق، يعني تطبيق شامل. نعم. يساعد المواطن والمقيم على أنه هو يحصل كل الخدمات وهو ببيته وهو بمكانه. والأبسط من هذا كله أن حتى طريقة تنزيل وتحميل التطبيق راح تكون سهلة للغاية، تدخل أب ستور، تدخل جوجل بلاي، أيا كان جهازك آيفون أو مثلا هواوي أو جهاز سامسونج أندرويد، تقدر تنزل التطبيق مباشرة وتنزل قبل تطبيق هويتي حتى تتم عملية المصادقة أن أنت الشخص الذي يود استخدام الخدمات الموجودة داخل تطبيق سهل، وبالتالي تدخل رقم المدني وتسوي معاملتك خلال ثواني. نعم، كل الشكر للأستاذ يوسف كاظم المتحدث الرسمي لتطبيق الخدمات الإلكترونية الحكومية سهل. وبكذي مشاهدينا وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج بعد السادسة، نلاقيكم على خير. نترككم حفظ الله ورعايته، نقول لكم إلى اللقاء.